الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حل بكالوريا 2018 عبت الرياضيات الموضوع الأول. هيا أخوتي ركزوا معايا، خلينا نخلصوا علينا. ركزوا وش قال لنا؟ قال لنا تحافظ الأرضية على سلامتها بواسطة آليات تسمح بالقضاء على الأجسام الغريبة، تمثل الوثيقة الموالية مخططا لآلية التي تمكن من تقديم محدد المصادر بين خليتين مناعيتين. تعرف على كلتا الخليتين ألف وباء. الخلية ألف باينة، أي مادام بلعت المصادر وعرضت محددات ورفقة الأشلة إذا ديريكت. وش هي؟ هي خلية بالعة ماكروفاج. والخلية با هي خلية لمفاوية. الخلية الأولى هي خلية بالعة، والخلية لا با هي خلية لمفاوية. لخص مراحل تقديم محدد المستضدي والمشار إليها بالأرقام في الوثيقة. في الوثيقة مكتب لكش حتى في الوثيقة واش سميوها مثلا في الوثيقة. هيا خلاص هيا خلاص دقيقة، احنا ما سميناش العناصر، هما ما قلنا. قال لك سمي والعنصرين ميم وعين. ميم خاوتي مستقبل غشاء إلى الخلية اللمفاوية، هكا ميم مستقبل غشاء إلى الخلية الليمفاوية تي سي ار. وعين، عين شكون؟ عين باين، عين هو سي ام اش الخلية البلعمية، هكا عين اللي سي ام اش الخلية البلعمية، واللي هنا تي سي ار مستقبل غشاء إلى الخلية الليمفاوية. لخص مراحل تقديم المستضد. إذا المراحل عندنا أربع مراحل هما المشهور. المرحلة الأولى اللي هي بلعمة المستضد من طرف البلعة الكبيرة وتحويله إلى محدد المستضد، يعني بلعمه. أو المرحلة الأولى وهي تثبيت وهي بلعمة المستضد من طرف البلعة الكبيرة عن طريق إرسال أرجل على شكل استطالة هيولية كاذبة وتحويله داخل فجوة بالعة في هيولها. المرحلة الثانية دخول تلك الفجوة البالعة إلى هيولة، إلى هيولة الخلية الليمفاوية التيكات هكا، و فتتحوش. خلاص هذه هي المرحلة الثانية. بس كوني أن كاين ناس تقتصر تقول المرحلة البالعة والمرحلة الهاضمة مع بعضهم، وكاين ناس تكوبي تقول لك البالعة وحدها والهاضمة، يعني مرحلة البلع وحدها والهضم وحدها. إذا المرحلة الأولى هي إرسال أرجل كاذبة والإحاطة بمحدد المستضد، هذه هي مرحلة الإحاطة. والمرحلة الثانية هي مرحلة الابتلاع، إدخاله على شكل فجوة في هولاها. المرحلة الثالثة هي مرحلة الهضم، تجي حويصلة الليزوزوم وتفككو وديرلو تفكيك جزئي ونحتفظ بمحدداته باسكو هذا بلعمة أولية. والمرحلة الرابعة وهي المرحلة الأخيرة اللي هي طرح بقاياه على شكل أو بظاهرة الطرح الخلوي. خلاص جيم اني راح نمد لكم التصحيح المنهجي وعلى دي كنزرب. جيم ان تقديم المحدد المستضد من طرف الخلية الف اللي هي خلية عارضة يهيئ الاستجابة المناعية. ما هو دور الخلية با في الحث على هذه الاستجابة المناعية؟ قلنا الخلية با هي خلية لمفاوية، بالتحديد هي التيكات هيك بالتحديد. من التمارين كي تكمل تقرا التمارين تفهم. يهيئ الى الاستجابة المناعية. ما هو دور الخلية با في الحث على هذه الاستجابة؟ الخلية با هي خلية لمفاوية التيكات. الدور تاعها تتعرف على المحدد المستضد المعروض رفقة الأشالة تنين، مدى ما نسميناه رفقة الأشالة تنين. وش تدير؟ وتفرز الانترلوكين الروحة، تتنشط وتتكاثر إلى بزاف معطيات اللمة من الالتيكات، تسميز الالتي اش منتجة الانترلوكين لتحريض الاستجابة المناعية المنتخبة. تنين تمح. قبل ما نقول لكم تنين، هاو التصحيح المنهجي اكتبوه. ها الحل الأول هاو يبان. تعرف على الخليتين، خلية ألف بالعة، ديروا ستوب خاوتي برك واكتبوها. أو عندي شغل، عندي موعد ما قدرش نتخلف عليه، وعلى دي كنزر بالكم في الباك هذا. باينة وكلش شرحناه. هاي المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، وهاي المرحلة الثالثة. عرض محدداته ورفقة سطح غشاء، هذه ما حكيناهاش احنا. المرحلة الثالثة عرض محدد المستضد على سطح غشاء الخلية البلعمية عن طريق الحويصلات الجولجية، يعني الحويصلات اللي فوق جهاز جولجي الإفرازية تديه. احنا ما يهمناش هذا الشيء، احنا انتم هذه نحيوها. قولوا عرض، ثانيا عرض محدد المستضد رفقة، نحيو دوك نحيكم، اكتبوا عرض محدد المستضد رفقة شكون؟ رفقة سي ام اش تنين باسكو الخلية الليمفاوية الالتيكات رفقة سي ام اش تنين على غشاء الهيولي الخلية البالعة.
ولا تقولوا ديريكت المرحله الثالثه تعرض محددات المستضد رفقه السي ام اش 2 على غشائها الهيولي. هكا جيم تقديم طبعا وكاين المرحله اللي حكيتها لكم تاع الاطراح، تطرح البقايا بظاهره الاطراح الخلوي وشوى المحددات تحتفظ بهم وتعرضهم. جيم تقديم المحدد يؤدي الى تنشيط الخلية الليمفاوية التيكات الحاملة للمستقبلات النوعية الخاصة بالمستضد تكاثرها ثم تميزها الاتاش مفرزة الانترلوكين تنشط بذلك الالتي او الالبي يعني الالتيويت ولا الالبي ولا تقول تنشط بذلك الاستجابة المناعية المنتخبة. زوج تعليل تخريب جميع هذه ما سلنا درك رانا هنا. قال لي 2 تم حقن سلالة ألف من الفئران بفيروس سين ممرض وغير قاتل يصيب الخلايا العصبية وبعد 30 يوم استخلصت خلايا لمفاوية من هذه الفئران المحصنة اكتسبت مناعة ضد فيروس سين وأجريت عليها سلسلة من التجارب يلخصها الجدول التالي. الوسط الزرع عندي زوج أوساط خي هكا عندي زوج عندي 4 ماشي زوج هنا برك مطبوعين زوج عندي زوج معطيات التجريبيه نتائج الخليه 1 خلايا عصبيه للسلاله الف غير مصابه بفيروس سين زائد لمفاويات تائيه للفأر الف محصن او محصنه خليه عصبيه لسلاله الفأر 1 مصابه بالفيروس سين هنا عدم تخريب هنا تخريب وهنا هنا يتكمل خليه عصبيه لسلاله الفأر الف مصابه بفيروس سين وشبيه مشبيه الفيروس سين للمفاويات التائية للفأر المحصن خلايا عصبية ما تجيش خلايا تجي تخريب خلايا عصبية ها هي اي كمالة تخريب الخلايا اللي احنا تخربت خلايا عصبية تجربة ثلاثة خلايا عصبية لسلالة الفأر واحدة غير مصابة بفيروس صاد الذي يصيب كذلك الخلايا العصبية زائد لمفاوية تائية للفأر واحد المحصن عدم تخريب الخلايا العصبية أربعة خلايا عصبية لسلالة با مختلفة وراثيا عن ألف ومصابة بفيروس سين للمفاوية التائية للفأر ألف المحصن عدم تخريب الخلايا العصبية ألف علل تخريب جميع الخلايا العصبية في الوسط 2 وعدم تخريبها في بقية الأوساط ألا تخربت غير في الوسط 2 وما تخربتش في بقية الأوسط هاو التعليل أنا وش راح ندير نحن نشرح لكم التعليلات أوليو نشرح من بدا حندير هذه المرة الأكس نشرح لكم بالتعليل 2 ألف تعليل تخريب جميع الخلايا العصبية في وسط الزرع 2 خلايا LTC تحمل على سطحها مستقبلات غشائية للسي ام اش 1 ومحدد المستضد حيث تتعرف على الخلايا العصبية المصابة من نفس النوع فتقضي عليها ما تنساش باللي LTC لا تقضي إلا على الخلية المصابة من واش بنفس على الخلية المصابة بنفس الفيروس واللي عندها نفس السي ام اش على هذيك خربت الخلايا خلاص باسكو عندها نفس السي ام اش قلت ثاني ما تخربهاش هذا هو تفسيره تعليل علاه ما تخربتش في بقيه الاوساط تعليل عدم تخريب بقيه الخلايا العصبيه في بقيه الاوساط في الوسط واحد في الوسط واحد عدم وجود مستضد ما كانش المستضد على سطح واش الخلايا العصبيه طبعا هي ما تخربش الى الخلايا المصابه فتعرف بلي الخلايا المصابه لازم يكون كاين مستضد معروض رفقه الاشاره واحد على الخلايا المصابه هنا ما كانش على هذيك ما قدرتش تعرف بلي الخلية مصابة كي ما كانش المصطدد اذا ديريكت واش هي ما كانش تدمر علاه الالتي سي ما دمرش الخلية السليمة اي تدمر الخلية المصابة في الوسط ثلاثة الخلية الليمفاوية التي سي محسسة ضد الفيروس سين وليس ضد صاد صح ما تنساش بلي الخلية الليمفاوية التي سي ما تدمرش الا الخلية المصابة بنفس الفيروس اللي حرض على انتاجها كون يكون فيروس واحد اخر لاش شوف انا عندي مثلا فأر وفأر عند فأر واحد مريض بفيروس السيدا وفأر الاخر مريض بفيروس مثلا الالتهاب الكبدي مثلا انا من نفس السلالة وهزيت على الفيروس المصاب بالتهاب الكبدي فيديو حطيته في عضويه الفأر اللي مصاب بفيروس الفي اش اسكو راح تدمر لا علاه اما نفس السلاله بصح ماهوش نفس الفيروس اللي حرض على انتاج ال تي سي في عضويه الفأر المصابه بفيروس الفي اش خلاص الوسط رقم 4 عدم حدوث تكامل بنيوي بين مستقبلات ال تي سي والسي ام اش التكامل البنيوي بين مستقبلات ال تي سي والسي ام اش لازم يكون علاه باسكو تي سي تاع ال تي سي مثلا لو كان تي سي تاع ال تي سي لازم يكون هك محدد المستضد لازم يكون هك لازم يكون كاين تكامل بنيوي بين مستقبلات ال تي سي ومحدد المستضد عدم حدوث تكامل بنيوي بين مستقبلات ال تي سي والسي ام اش الخلايا العصبيه للسلاله با
خاوتي طبعا لما يكون نفس السي ام اش من مختلف السلاله خلاص قضي الامر. مثلا انا يا باسكو او نفسه ال تي سي، شوف انا مثلا ال تي سي عندها هاك وتتعرف على سي ام اش من النوع هذا، مثلا عضويه الفأر الاخر عندها سي ام اش من النوع هذا، ال تي سي خرجت في عضويه فأر عنده سي ام اش من النوع هذا، تجيب له انت خليه خلاف عندها سي ام اش من النوع هذا، هاي اللي هنا ترفض انها تدمره لاش مصابه بنفس الفيروس على باسكو سي ام اش مختلف. وبالضبط في الوسط رقم 4 ما تنساش، ها خليه عصبيه لسلاله با، اي با ماشي الف، يعني عندها مختلفه في سي ام اش مختلفه وراثيا، ها وقالها لك عن الف مصابه بفيروس سي ان اي، لسه مصابه بنفس الفيروس بصح مختلفه وراثيا، ما عندهاش نفس السي ام اش، اذا مش رايحه تدمر على هذيك. ولا لهنا احسن شيء تقول له في الوسط 4 عدم حدوث، ما تقولوش عدم حدوث تكامل بنيوي، يقول له في الوسط 4 من شروط عمل الخليه ال تي سي انها لا تدمر الا الخليه التي الا الخلايا المصابه والتي من نفس سلالتها، تحمل نفس نظام السي ام اش، عندها نفس السي ام اش. توضح برسومات تخطيطيه، هاي الرسومات باسكو قال لك وضح برسومات تخطيطيه كيف تخريب الخلايا العصبيه، هاي الرسومات، هاي سهلة، مرحلة التعرف والتماس، مرحلة التحلل، هاي الحويصلات البرفورين دايما نديروها، تفرز تجي حويصلات البرفورين تثقبها وتدخل مع شاورة الأملاح وتنفجر بصدمة حلولية. هنا تقول رسم تخطيطي يوضح تدمير الخلية المصابة من طرف التيسي، من طرف التيسي او من طرف الخليه التائية سميه ال تي سي. خلاص هذه هي، نكوبي الفيديو لهنا والفيديو الجاي حيكون على تمرين ثاني. سلام.